دعونا نرى إذا كان بالإمكان أن نزيل وسيط تي من مثال أكثر إثارة للاهتمام. لذا دعونا نفترض أن x تساوي 3 جيب تمام تي و y تساوي 2 جيب تي. يمكننا أن نجرب إزالة الوسيط بنفس الطريقة التي اتبعناها في العرض السابق، حيث يكون بإمكاننا إيجاد قيمة تي بدلالة إما واي أو إكس ومن ثم نعوضهم، وسوف أفعل ذلك، لكنني أريد أن أفعل ذلك أولاً حتى أوضح لكم أن ذلك يقودنا إلى إجابة متشعبة أو غير بديهية. دعونا نجد قيمة تي هنا. يمكننا أن نفعل هذا لأي منهما، فكلاهما مركبتان بنفس الدرجة. إذا أوجدنا قيمة تي هنا فسنقسم كلا الطرفين على 2 ونحصل على y تقسيم 2 تساوي جيب تي، ومن ثم نأخذ جيب الزاوية القوسي لكلا الطرفين أو معكوس الجيب لكلا الطرفين ونحصل على، أفضل كتابة جيب الزاوية القوسي arc sine لأن معكوس الجيب سيربك الأشخاص بالأس حيث ترفعه للقوة سالب 1. جيب الزاوية القوسي لـ y تقسيم 2 يساوي t. في الواقع دعوني أفعل هذا على ذلك الجانب، ربما أنه يجب أن أقوم به في التسجيل الخاص بعلم المثلثات، لكنه شيء جيد للاستيعاب لأنني أعتقد أن الأشخاص سيرتبكون. إذن جيب الزاوية القوسي arc sine لأي شيء، دعونا نفترض y. الطريقة الأخرى لكتابة ذلك هي الجيب ناقص 1 sine ناقص 1 ل y. هذان الشيئان متعادلان عندما يتم استخدامهما بالشكل الطبيعي، لكنني لا أفضل استخدام هذا المفهوم معظم الوقت لأنه يمكن أن يكون غامضاً. إن هذا يمكن أن يعني أن جيب y للقوة سالب 1 sin y للقوة سالب 1 ما يساوي 1 تقسيم جيب y، وجيب الزاوية القوسي وهذا بلا شك هما ليس الشيء نفسه. إذن تريد أن تكون حذراً جداً لكي تتأكد من أنك غير مرتبك عندما يكتب أحدهم معكوس الجيب هكذا، لكنهما في الواقع لا يرفعان جيب y للقوة سالب 1 أو العكس. إذا أراد أحدهم أن يكتب مربع جيب y sin تربيع y فإن هذا بوضوح يعادل جيب y تربيع sin y تربيع. في الحقيقة أتمنى أن هذا كان المفهوم الأكثر تقليدية لأنه لا يجعل الناس يفكرون، واثنين وسالب واحد هنا وبالطبع إن ذلك يساوي جيب واي تربيع، إذن يمكنه أن يكون غامضا، وبالطبع إذا كان هذا سالبا فإنه سيكون سالب 2 وبالتالي هذا يساوي 1 تقسيم جيب واي تربيع تربيع. لهذا السبب تعتبر هذه الطريقة طويلة لتوضيح سبب كتابة جيب الزاوية القوسي بدلا من معكوس الجيب. دعونا نعود إلى المسألة. إذا قمنا بإيجاد قيمة t بدلالة y الآن يمكننا أن نعوضها هنا، وقد حصلنا على عبارة x بدلالة y، إذن نحصل على x تساوي 3 جيب تمام t. لكننا قد أوجدنا للتو قيمة تي حيث أن تي عبارة عن هذا الشيء هنا، إذن هو جيب تمام لجيب الزاوية القوسي لواي تقسيم 2. وقد قمنا بإزالة الوسيط لكن هذه معادلة غير بديهية بتاتا. كان بإمكاننا اتباع الطريقة الأخرى، كان بالإمكان إيجاد قيمة واي بدلالة إكس وسوف نحصل على جيب قوس جيب التمام، ستكون قيمة متشعبة وغير بديهية.
لكن بأي طريقة نتبعها قد أزلنا الوسيط، لذا أعتقد أنه يمكننا أن نهنئ أنفسنا، وهذا أقل ما يمكن فعله. لكن هذا ليس الهدف من هذا العرض، إن الهدف من هذا العرض هو أن نرى إذا كان يوجد أي طريقة تمكننا من إزالة الوسيط الذي يقودنا لمعادلة بديهية أكثر تحتوي على إكس وواي. وما سنفعله هو، أعتقد أنه يمكنكم تسميتها خدعة، لكنها شيء يوضح الكثير بشكل خاص عندما تتعاملون مع النظام الإحداثي القطبي. وربما أردت أن تشاهد عروض النظام الإحداثي القطبي لأن هذا يتطرق إلى ذلك. لكن إذا قلت دعوني أعيد كتابتهم، إكس تساوي 3 جيب تمام تي، وواي تساوي 2 جيب تي. إذن ما يمكننا فعله هو أن نفكر، حسنا كيف يمكن أن نكتب هذا؟ وتعلمون أن جيب تمام تي كيف نربطهما؟ والشيء الأول الذي يخطر ببالي هو دائرة الوحدة، أو إلى حد ما الشيء الأساسي الأكثر من بين جميع متطابقات علم المثلثات، وهو أن جيب تمام مربع التي زائد جيب مربع تي يساوي 1. إن هذا أتى من دائرة الوحدة. لقد وضحت ذلك في عرض دائرة الوحدة، وذلك لأن معادلة دائرة الوحدة هي x تربيع زائد y تربيع يساوي 1. جيب تمام الزاوية عبارة عن إحداثي x، وجيب الزاوية عبارة عن إحداثي y، وهكذا دواليك. لكن هذه هي متطابقة علم حساب المثلثات، ليس عليك أن تفكر فيها الآن، فقط اعلموا أنها صحيحة وشاهدوا بعض من العروض الأخرى إذا أردتم إثبات صحتها. لكن إذا كان يمكننا أن نستبدل مربع جيب التمام هذا بعبارة إكس ما، وأستبدل الجيب أو مربع الجيب بعبارة واي ما، فسننتهي، ومن ثم ستساوي 1. وهذا لا يجب أن يكون صعبا، يمكننا إعادة كتابته. يمكننا أن نضع أن جيب تمام تي يساوي شيء ما بالإضافة إلى إكس، ويمكننا أن نضع أن جيب تي يساوي شيء ما بالإضافة إلى واي. لنفعل ذلك إذن نقسم طرفي المعادلة على 3، ونحصل على إكس تقسيم 3 تساوي جيب تمام تي. وإذا قسمت طرفي هذه المعادلة على 2 سنحصل على واي تقسيم 2 تساوي جيب تي. ومن ثم يكون بإمكاننا أن نستخدم متطابقة علم المثلثات هذه، بدلا من جيب تمام تي يمكننا أن نعوض إكس تقسيم 3، بدلا من جيب تي يمكننا أن نعوض واي تقسيم 2، ونحصل على إكس تقسيم 3 تربيع، أي هذا الموجود هنا، إنه عبارة عن جيب تمام تي تربيع زائد واي تقسيم 2 تربيع. ذلك هو جيب تي تربيع يساوي 1. والآن هذا يبدو أفضل من هذا. ليس لدي فكرة حول ماهية هذا، لكن أتمنى أنه قد شاهدتم عروض القطوع المخروطية، فيمكنكم بالفعل أن تدركوا أن هذا يشبه القطع الناقص، ويمكننا أن نبسطه قليلا. بإمكاننا أن نقول أن هذا يساوي x تربيع تقسيم 9 زائد y تربيع تقسيم 4 يساوي 1. وإذا أردنا أن نمثل هذا القطع الناقص بيانيا، سوف نقوم بتمثيله بالفعل. نحصل على، دعوني أرسم المحاور، إنني أستخدم هذا اللون الأزرق كثيرا،
إنه يبدو رتيبا. حسنا، دعوني أستخدم اللون البنفسجي. إذن هذا هو محور إكس، ذلك هو محور واي. المحور الأساسي يقع باتجاه إكس لأن المقام هنا أكبر من ذلك، وهذا شبيه نصف القطر الرئيسي. سوف يكون الجذر التربيعي لهذا أي 3 بذلك الاتجاه، 1 2 3، 1 2 3. أعلم أنني متمركزة على الصفر لأنه ولا أي واحدة من هذه متحركة. يجب عليك مشاهدة عروض القطع المخروطي إذا كان هذا غير مألوف بالنسبة لكم. ونصف القطر شبه الرئيسي عبارة عن الجذر التربيعي للأربعة أي 2، إذن يصبح 1 2 و1 2. دعوني أرى إذا كان بإمكاني أن أرسم هذا القطع المخروطي. إذن هو يبدو كذلك. يبدو كذلك. هيا بنا. هكذا عن طريق حذف الوسيط تي. نحصل على هذه المعادلة بصورة نكون فيها قادرين مباشرة على إدراكه كقطع مخروطي. عندما أنظر إلى هذا، إذا لم تكن تتعامل مع معادلات وسيطية أو ربما نظام إحداثي قطبي، فإنه ليس من الواضح أن هذه المعادلة الوسيطية لقطع مخروطي. لكن هذا عندما تتعلم عن القطوع المخروطية واضح جدا، إنه قطع ناقص، ومن السهل رسم ذلك القطع الناقص، لكن بإزالة التي ومن ثم الانتقال من هذه المعادلات هنا، ومن الانتقال من ذلك إلى ذلك كما في آخر عرض، سنفقد معلومات. نفقد أولا ما هو اتجاه تحركنا كلما ازدادت قيمة تي، ونحن لا نعلم أيضا ما النقطة على هذا القطع الناقص التي نقع عليها في أي وقت تي. ولكي نفعل ذلك، دعونا نضع الجدول. دعونا نأخذ بعض قيم لتي، وسوف نضع جدولا بسيطا تي اكس واي. من الجيد اختيار قيم لتي. تذكروا، دعوني أعيد كتابة المعادلات مرة أخرى كي لا نفقدها. اكس كان يساوي 3 جيب تمام تي، وواي تساوي 2 جيب تي. من الجيد أخذ قيم لتي بحيث تكون سهلة الإيجاد. ما هو جيب التمام والجيب؟ ودون استخدام آلة حاسبة، إننا نفترض أن تي يقع في نصف القطر من أجل التبسيط. إذن دعونا نختار تي تساوي 0، تي تساوي باي تقسيم 2، تلك 90 درجة بوحدة الدرجات، تي تساوي باي. وبذلك كم يساوي إكس عندما تي تساوي 0؟ حسنا، جيب تمام 0 هو 1 ضرب 3، هذا يساوي 3. ما هي قيمة إكس عندما تي تساوي باي تقسيم 2؟ جيب تمام باي تقسيم 2 يساوي 0، 0 ضرب 3 يساوي 0. وما هي قيمة إكس عندما تي تساوي باي؟ جيب تمام باي هو ناقص 1، ناقص 1 ضرب 3 يساوي ناقص 3، هذا كافي. الآن دعونا ننتقل إلى الواي. كم تكون قيمة واي عندما تي تساوي 0؟ الجيب هو 0 مع 0، إذن 2 ضرب 0 يساوي 0.
عندما تي تساوي باي تقسيم 2 فإن جي باي تقسيم 2 هو 1، 1 ضرب 2 يساوي 2، وعندما تي تساوي باي فإن جيب باي ذلك جيب 180 درجة يساوي 0، 2 ضرب 0 يساوي 0. إذن دعونا نعين هذه النقاط. عندما يكون الزمن 0 نكون على النقطة 3 مع 0، إذن 3 مع 0 تقع هنا، هذه تي تساوي 0. عندما تزداد قيمة تي بمقدار باي تقسيم 2 أو إذا كان الزمن بالثواني فإن باي تقسيم 2 ثانية يعادل 1.7 وبعض أجزاء الثانية، إذن في تي تساوي باي تقسيم 2 نكون على النقطة 0 مع 2، إننا هنا، إذن هذا على تي تساوي باي تقسيم 2. ومن ثم عندما تزداد قيمة تي قليلا عندما نكون على تي تساوي باي فإننا نكون على النقطة سالب 3 مع 0، إننا هنا، هذا تي تساوي باي، أو كما تعلمون يمكننا أن نكتب 3.14159 ثانية. في الواقع كما تعلمون أريد أن أجعل هذه النقطة تي، لا يجب أن يكون الوقت ولا يتوجب علينا أن نتعامل بالثواني، لكنني أفضل أن أفكر بها بهذه الطريقة، ربما أن هذا يضيف شيء ما يدور حول شيء آخر، لا أعلم. إذن الآن نحن نعلم أنه كلما ازدادت قيمة تي من 0 إلى باي تقسيم 2 إلى باي نذهب في هذا الاتجاه، نذهب بعكس اتجاه عقارب الساعة، إذن اتجاه معادلات تي الوسيطية يكون بذلك الاتجاه. وربما أنك تقول لماذا علينا وضع 3 نقاط؟ يمكننا أن نضع 2 ونكون خط إذا كان لدينا هذه النقطة وتلك النقطة فقط، فلربما تقول مباشرة إننا ذهبنا من هنا إلى هناك، لكن هذا لن يكون كافياً لأنه ربما انتقلنا من هنا إلى هناك من خلال الاتجاه الآخر. إذن بإعطاء هذه النقطة الثالثة نستطيع معرفة أن الاتجاه يكون بعكس عقارب الساعة بلا شك. وبذلك ماذا يحدث إذا أخذت تي من 0 إلى ما لا نهاية؟ ماذا يحدث إذا أحطنا تي؟ إن تي أكبر من 0 وأقل من ما لا نهاية. حسناً، سوف نستمر بالدوران حول هذا القطع الناقص إلى ما لا نهاية لعدة مرات. نستمر بالكتابة لمرات عدة لعدد لا نهائي من المرات. إذا انتقلنا من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، بالتالي فإننا سنفعل ذلك دائماً. أو إذا أردنا أن نتتبع هذا مرة أخرى فيمكننا أن نذهب من 0 أقل من أو تساوي تي، وتي أقل من تي أقل من أو تساوي 2 باي. وفي هذه الحالة تي هي الزاوية التي تتبعناها. إذا أردنا أن نفكر بهذا بدلالة النظام الإحداثي القطبي فإنه تي في أي زمن، وقد فكرت بأنني سأضعه هنا ليس دائما بل في هذه الحالة. عندما تنتقل من 0 إلى 2 باي فإنك تصنع دائرة واحدة، لكن هذا بالنسبة للمعادلات الوسيطية وليس لعلم المثلثات، لذا لا أريد أن أركز على ذلك كثيرا، لكن على أي حال كان ذلك متقنا عندما بدأنا بهذا. إذن وضحت لكم تلك المعادلات الوسيطية فلن تكون لديكم فكرة لما ستبدو عليه، لكن من خلال إدراك متطابقات علم حساب المثلثات نكون قادرين على تبسيطها إلى قطع ناقص ونرسم قطعا ناقصا، ومن ثم عن طريق تعيين مجموعة من النقاط نكون قادرين على إيجاد الاتجاه إذا كان هذا يصف جسيم متحرك، الاتجاه الذي يتحرك به ذلك الجسيم. على أي حال أتمنى أنكم قد استمتعتم بذلك، إلى اللقاء.